وللمزيد ينضم إلينا الناقد الرياضي أمير نبيل صادق. يعني أستاذ أمير، بعد التحية، إنجاز مصري جديد يتحقق بحصول مصر على عدد من الميداليات في أكثر من لعبة، كيف ترى هذا الإنجاز؟ مساء الخير، تحياتي لحضرتك ولكل المشاهدين الكرام. بالتأكيد يعني سعادة كبيرة في البعثة المصرية في باريس بهذا الإنجاز الكبير الذي كان متوقعا للأمانة من هؤلاء الرياضيين. تحديدا نتحدث عن سارة سمير، وإنجاز رفع الأثقال دائما هي كانت في المعود، دائما هي من الأبطال الذين نراهن عليهم. ربما كانت هناك حالة من التشاؤم تسيطر على المتابعين والشارع الرياضي المصري لنتائج البعثة في الفترة الأخيرة لفريق كرة القدم، فريق كرة اليد، العديد من الرياضيين المصارعة الذين يعني لم يحالفهم التوفيق في الفوز، ولكن كان هناك اطمئنان نسبي بأن المنافسات لم تنتهي بعد، وأن المنافسات المتبقية تحمل فرصا لمصر. وقد كان بالنسبة لي سارة سمير في الفوز في وزن 81 كيلوغرام والفوز بالميدالية الفضية ومشهد البكاء، حتى أنها يعني كانت تطمح للمزيد وكانت تسعى للفوز بالذهبية، يؤكد مدى حرص الرياضيين المصريين ورغبتهم في رفع علم مصر دائما في المحافل الدولية. أيضا بالنسبة طبعا للبطل أحمد الجندي في الخماسي الحديث، بالتأكيد ذهبية وفضية تسلج صدور المصريين وتسعد الجميع، كل المتابعين بالتأكيد هذه الإنجازات هذه المدينة. نعم، طيب يعني ما المتوقع يا أستاذ أمير في القادم؟ يعني ما هو المتوقع بوجهة نظرك؟ يعني ربما خلص يعني المنافسات في طريقها للنهاية، ربما يعني تنتظر البعثة المصرية منافسات على مستوى الأثقال والمستوى الدرجات في غدا 11 من أغسطس، ولكن خلاص يعني أعتقد أن الإنجاز الأكبر تحقق. ربما ما كنا نأمله هو حدث بالفعل فيما يخص الرياضيين الذين نراهن عليهم أو الذين ننتظر منهم ميداليات، ربما أحمد الجندي تحديدا، لأنه يعني نتائجه السابقة تؤكد بالتأكيد أنه يعني في طريقه لأن يصبح بطلا ذهبيا، وبالفعل كان هناك ثقة كبيرة وكانت هناك ثقة كبيرة في أن يحقق الذهب، ليس فقط أن ينافس على ميدالية يعني مجرد منافسة على ميدالية أولمبية، ولكن بالتأكيد الأرقام والنتائج التي حققها وكسر الأرقام القياسية الأولمبية. أعتقد هذا ليس أو لم يحدث مسابقة، هذا البطل مشروع بطل أولمبي منذ سنوات، منذ دورة طوكيو أيضا وحصوله على فضية، كل هذه الأمور جعلتنا نتفائل بأن أحمد الجندي سيحقق. أيضا صار وخبراتها السابقة ربما غيابها عن طوكيو لم يؤثر عليها، ولكن أيضا حققت في ريو برونزية، فتعود أيضا لتحقق الذهبية، لديها أيضا إنجازات على المستوى الأفريقي، ولكن بالتأكيد نعرف صعوبة المنافسة الأولمبية قياسا بالمنافسات الأخرى. أيضا يعني أذكر تحديدا أحمد الجندي ورياضة المنافسة يعني الخماسي الحديث هي رياضة صعبة للغاية، يعني إذا يعني أسعف الوقت يعني نشرح سريعا للمشاهدة بالتأكيد تفضل. خمسة منافسات، يعني بداية من المبارزة ثم الفروسية، والفروسية تحديدا تكمن صعوبتها في عشوائية اختيار الأحصنة التي يتابعها كل متسابق، فبالتالي ليس هناك اعتياد على هذا النوع من المنافسات. ثم السباحة 200 متر حرة، ثم العدو أو مسافة السباق الركض والرماية أيضا، فكل هذه تتطلب إجادة تامة من الرياضي ومجهود كبير في جمع النقاط والوصول لأعلى نقاط. المنافسة لم تكن سهلة بالنسبة لأحمد الجندي مع الياباني ساتو الذي حل وصيفا وحصد الميدالية الفضية، فبالتأكيد هذا يعزز من حجم الإنجاز الذي تحققه. بالتأكيد سعادة كبيرة لنا كمصريين بما يتحقق في البعثة المصرية، ونأمل في المزيد بإذن الله سواء في هذه الدورة أو في قادم المواعيد. يعني إذا كنا حركنا نتكلم أستاذ أمير عن المزيد، ما هو أو ما هي برأيك الاستراتيجية التي يمكن اتباعها؟ طبعا بالنسبة للدولة، بالنسبة للنوادي، بالنسبة للمجتمع الرياضي في مصر تحديدا، لمزيد من النجاحات، لمزيد من الميداليات، لمزيد من القدرة على المنافسة في كل الألعاب الرياضية. يعني بالتأكيد هو أولمبياد باريس بما حمله من لحظات فرح وانتصار، وأيضا لحظات يعني انكسار، مش يعني لا أريد أن أسميها انكسار، ولكن لحظات لم تكن سعيدة بالتأكيد بالنسبة للبعثة. نعم. يعني بقدر ما كنا نتمنى ونطمح في المزيد، يعني
على سبيل المثال ربما فاجأنا فريق كرة القدم بالوصول للدور نصف النهائي، ولكن بالتأكيد لم يكن هو المرشح الأبرز للمنافسة على مدينة، فبالتالي كانت الصدمة والحزن كبيرين بقدر الخسارة التي تلقاها في مباراة الميدالية البرونزية أمام المنتخب المغربي. ولكن بصفة عامة الرياضيين والمتنافسين في مختلف اللعبات الأولمبية يجب بالتأكيد أن يكون التحضير لهذه المنافسات على قدر كبير، لأننا نواجه منافسة صعبة للغاية مع دول ربما تشارك بالعديد من اللاعبين الذين يعني هم أكثر تمرسا، وربما لاعبين العديد من اللاعبين الرياضيين المصريين يحتاجون لمزيد من الخبرات فقط، لكن هناك إصرار وعزيمة هما الذين يعوضون حتى يعني فارق الإعداد، فارق الإمكانيات، فارق فنية كبيرة، لكن نجد أن هناك إصرار من الرياضيين المصريين على يعني رفع تحقيق إنجاز. نعم صحيح، فهذا يتطلب بالضرورة أن نبني على ما وصلنا إليه ولا نتراجع، ربما قياسا بحساب الميداليات مقارنة بست ميداليات في طوكيو ربما هناك بعض من التراجع، ولكن لا أسميه تراجع كبير، ولكن هناك يعني البعض ينظر إلى الأمر من منظور عدد البعثة المشاركة، لكن لا تحسب أو لا تقص الأمور بهذه الكيفية، لكن بالتأكيد يجب أن نتعلم الدرس وأن يكون هناك إعداد أفضل للأولمبياد القادم في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن يكون دائما فرسان الرهان هم الذين المرشحين للمنافسات ويتم إعدادهم جيدا بحيث لا تكون هناك أي يعني عوائق أو أي أمور تحول دون حتى الوصول للأدوار النهائية. إعداد ليس فقط فنيا ولكن أيضا على الصعيد الذهني وعلى الصعيد المعنوي لكيفية التنافس الأولمبي الذي يحتاج ل يعني تركيز كبير ولا يسمح بأي هفوات أو أخطاء. يعني على سبيل المثال لعبة الخماسي الحديث إذا فشل لاعب في جمع نقاط في مسابقة ما ربما تؤثر على بقية مساره في باقي المنافسات. لذلك بالتأكيد يعني الإعداد الجيد هو سبيل للوصول لمنصات التتويج ولكي يعني نستمتع جميعا ونفخر بما وصل إليه أحمد الجندي وسماع النشيد الوطني. هذا دائما هذه اللحظة التي نبحث عنها دائما في كل رياضي يشارك في كل المنافسات بالأولمبياد. يعني الحقيقة كل الدعم وكل الشكر لأبطالنا ممثلي بعثة المنتخب أو المنتخبات المصرية في أولمبياد باريس 2024. الناقد الرياضي الأستاذ أمير نبيل صادق، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا.